الدرس الثاني تركيز المحاليل. نشاط واحد أعشاب طبية في فلسطين. تعد أم الحيران والعراقيب من عشرات القرى البدوية غير المعترف بها في النقب. يلجأ أهالي هذه القرى لاستخدام النباتات الطبية مثل الشيح والجعدة بنقعها أو غليها، فيشربون القليل من المحلول الناتج ليخفف من الصداع وآلام البطن والمغص خاصة عند الأطفال. بعد قراءتك للنص أجب عن الأسئلة الآتية: 1- أذكر أسماء نباتات طبية أخرى تنبت في فلسطين: الزعتر والميرامية والبابونج. 2- ما رأيك في زراعة النباتات الطبية في حديقة المدرسة؟ زراعة الأعشاب الطبية في حديقة المدرسة مفيدة بشرط العناية فيها. 3- ما احتياطات السلامة الواجب اتباعها عند التعامل مع الأعشاب الطبية؟ أن تكون نظيفة بغسلها جيداً وعدم غليها كثيراً، والأفضل نقعها بدل غليها. نشاط 2 تركيز المحلول. المواد والأدوات: سكر وماء وأبريق شاي صغير، ميزان حساس وملعقة وكيس شاي وكأس شاي عدد 2 ولهب بنسن. خطوات العمل: 1- زن 5 جرام سكر وضعها في الكأس شاي، و10 جرام سكر وضعها في كأس شاي آخر. 2- أضف كمية من الماء وكيس الشاي للإبريق ثم سخنه حتى الغليان. 3- صب كميتين متساويتين من محلول الشاي الناتج في كل من الكأسين وحركهما حتى يذوب السكر في كل منهما، ثم تذوق طعم كل منهما وسجل ملاحظاتك. 4- أجب عن الأسئلة الآتية: في أي الكأسين تتوقع كان طعم الشاي أكثر حلاوة ولماذا؟ في الكأس الثانية، لأن كمية المذاب أكبر فينتج محلول ذو تركيز أعلى. ما العلاقة بين درجة الحلاوة وكمية السكر المذابة؟ علاقة طردية. ما التعبير الذي يشير إلى كمية المذاب في حجم معين من المحلول؟ التركيز. لماذا ينصح الأطباء بعدم تناول الحلويات بكثرة؟ لأن الإكثار من تناول الحلويات يسبب زيادة في وزن الجسم، وقد ينتج عنه بعض الأمراض كالسكري إن وجد خلل في عمل البنكرياس في جسم الشخص. يعبر عن التركيز بأنه النسبة بين كتلة المادة المذابة إلى حجم معين من المحلول، وبالتالي فإن التركيز يساوي كتلة المذاب جرام على حجم المحلول لتر، ومن وحدات قياسه جرام لكل لتر. مثال: احسب تركيز محلول ناتج عن إذابة 4 جرام من ملح كربونات الصوديوم إلى نصف لتر من المحلول. الحل: التركيز يساوي كتلة المذاب على حجم المحلول، يساوي 4 جرام على 5/10 لتر، يساوي 8 جرام لكل لتر. سؤال: أحسب تركيز محلول الناتج عن إذابة 20 جرام كلوريد صوديوم في لترين ماء. التركيز يساوي كتلة المذاب على حجم المحلول، يساوي 20 على 2 يساوي 10 جرام لكل لتر. فكر: لا يجوز تذوق المحاليل غير المعروفة، لأن تذوق المحاليل غير المعروفة قد يسبب مرضاً أو تسمماً. فمثلاً محلول أسيتات الرصاص، خلات الرصاص هي مادة بيضاء مثل السكر، ومحلولها أكثر حلاوة من محلول السكر بآلاف المرات، ولكنها مادة سامة جداً. نشاط 3 تحضير المحلول الوريدي بتركيز 9/10% بالكتلة. يقع مخيم جنين، مخيم الصمود، غربي مدينة جنين، ويعد ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية، ويقدر عدد سكانه ب 35,000 نسمة، أغلبهم من مهجري مدينة حيفا. وخلال الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى، دارت فيه معركة دامت 15 يوماً بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة للحصار المفروض على المخيم شحت المواد الطبية، فلجأ بعض الممرضين إلى تحضير المحلول الوريدي في منازلهم لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.
المواد والأدوات: ملح طعام، ماء مقطر، ميزان حساس، دورق حجمي ساعته 1 لتر له سدادة. خطوات العمل: 1 زن 9 جرام من الملح باستخدام الميزان الحساس. 2 ضع الكمية في الدورق الحجمي وأضف إليها كمية من الماء المقطر مع تحريك الدورق بشكل دوراني. 3 أضف إليه كمية من الماء المقطر بالتدريج لتصبح كتلة المحلول 1000 جرام. 4 أغلق الدورق الزجاجي بالسدادة. 5 أجب على الأسئلة الآتية: ما أهمية المحلول الوريدي للمريض؟ يزود الجسم مما يفقده من أملاح وعناصر مهمة. لماذا يكون تركيز المحلول الوريدي 9% بالكتلة؟ لأن هذا التركيز هو نفسه تركيز سوائل الجسم. لماذا يستخدم الماء المقطر في تحضير هذا المحلول؟ ليكون المحلول الوريدي المحضر خاليا من الأملاح الأخرى والجراثيم لأنه سيدخل للجسم. ما أسباب اجتياح مخيم جنين للقضاء على انتفاضة أهالي المخيم؟ نشاط 4 مخلل من خير بلادي. تقع قرية دير بلوط على بعد 20 كيلومتر إلى الغرب من مدينة سلفيت، وقد سميت بهذا الاسم حسب الروايات، إما نسبة إلى رجل دين مسيحي اسمه بلوتوس، أو لأنها اشتهرت بشجر البلوط أيام العهد العثماني. تقع معظم أراضيها ضمن سهل فلسطين الذي يشكل جزءا من الأراضي المحتلة عام 1948، والتي ما زالت مسجلة بأسمائهم لغاية اليوم. يعتمد الحاج خضر أحسن سكان هذه القرية على زراعة البصل والثوم والفقوس واستخدامه في تصنيع المخلل وبيعه لمواجهة ظروف الحياة الصعبة. استعن بوالدتك أو جدتك في تحضير مخلل الفقوس، ثم أجب عن الأسئلة الآتية: 1 ما أثر إضافة كل مما يلي على المخلل؟ ملح طعام والسكر وورق العنب. يضاف ملح الطعام للحفاظ على تماسك المخلل، ويضاف السكر للمساعدة في عملية التخليل، ويضاف ورق العنب لإعطاء المخلل طعما حمضيا مرغوبا فيه. 2 ما سبب ظهور العفن على سطح المخلل في بعض الأحيان؟ هو عدم إغلاق الإناء بإحكام، مما ينتج عنه وصول الجراثيم والميكروبات لسطح المحلول والتسبب في حدوث العفن. 3 اقترح أمثلة على مواد حافظة طبيعية يمكن استخدامها أثناء عمل المخللات في توضيح دور كل منها. مواد حافظة طبيعية: السكر والملح والتوابل كالقرنفل والزعفران والبقدونس، وكلها تمنع النشاط الميكروبي ووصوله للمخلل. 4 ما أهمية أن يكون المحلول الملحي اللازم لإعداد المخلل بتركيز معين للمحافظة على تماسك أنسجة المخلل وقوامه وجعله متماسكا؟ 5 أذكر أمثلة على بلدات أو مدن فلسطينية أخرى تشتهر بصناعة أنواع أخرى من المخللات. تشتهر بلدة بتير، محافظة بيت لحم، بتخليل الباذنجان، وتشتهر مدينة الخليل بتخليل العنب غير الناضج الحصرم. تعرف عملية التخليل بأنها عملية وضع الماء الغذائية من محلول ملحي بتركيز معين، وهناك أمثلة كثيرة على هذه العملية، منها تخليل الخيار والفقوس والجزر والفلفل الحار والزيتون وغيرها من المواد الغذائية. وتعد المخللات فاتحات للشهية ومقبلات. تحفظ المخللات في محاليل ملحية بتركيز 1:8 للمحافظة على قوام المخللات وعدم توفير بيئة مناسبة لنمو خمائر العفن، ويضاف السكر لتسريع عملية التخليل. فكر، يجب كتابة تاريخ الصنع على مرتبان المخلل. يجب كتابة تاريخ الصنع لتحديد فترة انتهاء صلاحية المخلل، فهو مادة غذائية لا يجوز تناوله بعد فترة الانتهاء. من فوائد المخللات أنها فاتحة للشهية وتعتبر من المقبلات الغذائية، غير أن الإكثار من تناولها مضر لما تحتويه من نسبة عالية من الملح الذي يسبب مشاكل صحية كمرض ضغط الدم المرتفع أو الإضرار بالكلى في الجسم.